أسبوع جديد وحلقة مليئة بالأحداث والأخبار. حميد الحدري يتألق بلون موسيقي جديد في البارود. موسي يعود للساحة الفنية بأغنية خلاص. أديوس جديد الفنانة الصاعدة منار. الطلاق ينهي علاقة الفنانة سحر الصديقي والمخرج منصف مازي. وكريمة غيث تتعرض للانتقادات بسبب إطلالتها. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بالفن، والبداية مع الفنان المغربي حميد الحدري الذي أصدر أغنيته الجديدة بعنوان البارود على طريقة الديو رفقة الشاب ميميح. حميد خصنا هذا الأسبوع بحوار حصري بخصوص أغنية البارود. الأغنية ديال البارود جات من فكرة عيطة جبلية اللي هي ترتق البارود في العقبة غزاوة عزوا علي الموتى أما المجروح يداوى، واللي كانت تغنت تكريما للشهداء اللي ماتوا في أحد المعارك ضد المستعمر، جدودنا اللي ضحوا بحياتهم باش يكون عندنا وطن جميل، ولكن بزاف ديال السياسيين ركبوا على الموجة ونسوا الوصية وخدموا غير المصالح ديالهم على حساب مصالح الشعب. احنا بهذه الأغنية بغينا نقول لهم بركة، والمغرب محتاج ناس باغية تخدم البلاد من قلبها وباغية مصلحة الشعب قبل كل شيء. في الكليب مع المخرج عبد المجيد العمراني حاولنا نسلطوا الضوء على جماليات منطقة إقليم شفشاون، وخدمنا على قصة المغزى ديالها هي رسالة من عند الأطفال اللي هما جيل المستقبل إلى كل المسؤولين باش يركزوا أكثر على مصالح الشعب، وخصوصا التعليم اللي هو أساس كل ازدهار. العلم نور، وفي الموسيقى بتوزيع أنازارت حاولنا نخدم على الموسيقى الجبلية حلة جديدة باش توصل للشباب. وعن تعامله مع ميميح قال لنا حميد الحدري: التعامل مع ميميح كان جيد جدا، كان تجربة رائعة وتفهمنا بزاف من البداية، واخا أنا كان عندي شوية ديال الضغط لأنني بدلت ستايل ديالي اللي مولف كنغني به. وعن جديده الفني: جديد دابا هو البارود، ولكن أنا كنشتغل على مشاريع أخرى إن شاء الله، وخصوصا كنحاول نزيد نفتش في التراث المغربي. ومن بالفن حميد الحدري يوجه رسالة لجمهوره مليئة بالحب: كل المتتبعين على برنامج بالفن، كنتمنى نكون دائما في حسن ظنكم، وكنتمنى تكون وصلت الرسالة، حيث كلنا بغينا التغيير، ودائما حب سلام واحترام. أما الفنانة الصاعدة منار التي عرفت بغنائها لكافرز أغاني معروفة كالمغير لتوتو وشوقت لجايلان، هذه المرة أصدرت أغنيتها بعنوان أديوس من إنتاج عامر تحيكت، والتي لاقت أعجاب الجمهور. فمن هي منار وكيف دخلت مجال الغناء؟ الإجابة في هذا الحوار. السلام عليكم، معكم منار صالحي، عندي 19 عام من مدينة الحسيمة وسكنة دابا في تطوان. الموسيقى صراحه واحد الجزء كبير من حياتي، منين كنت صغيره وانا كنعشقها، حتى قبل ما نبدا كنهضر وانا كندندن ونلحن اي كلمه قدرت نخرجها، حيت هي واحد الفن اللي ارتحت ليه بزاف واللي حسيت انه يقدر يعاونني في حياتي، والحمد لله حتى الان كلشي غادي وهذا. اغنيه أديوس تعتبر الاولى في المسار الفني لمنار. أديوس واحد الاغنيه اللي كتعني لي بزاف، حيت هي اول اغنيه اصليه ليا أنا وبرودوسر ديالي عامر تحيكت. بدينا كنكتبوا هاد الأغنية دابا أكثر من عام، وصراحة خدت بزاف ديال الانرجي والوقت والخدمة، خصوصا أنه كنا كنديروا أغلبية الأمور غير بوحدنا، ولكن الحمد لله دابا اللي الأغنية كاينة في يوتيوب سبوتيفاي وكل شيء، كنحس بواحد الفخر كبير، حيت منين كتشوف شي حاجة اللي خدمتي عليها بزاف الوقت كملت، وكتشوف interactions الناس معاها، أو لا كنشوف شي واحد كيغنيها ولا كيسمع ليها، كنحس بواحد الفرحة كبيرة، وكنعرف أنه داك العيا كامل اللي دوزنا راه كيستحقو أكثر. وعن جديدها الفني قالت لنا منار: بالنسبة للمستقبل كاينين مازال بزاف الأغاني جايين، وحدة خدامين عليها دابا غتجي قريب بزاف، يعني stay tuned، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم حتى هي كما عجبتكم أديوس. ومنار توجه تحية حصرية لمتابعيها من بالفن. اولا بعدا كنشكر برنامج بالفن، وكنشكر المضيفة ندى على هذه المكالمة الجميلة ديالها، كان شرف لي نكون على برنامجكم، وكنبغي نقول اي واحد كيتابعني شكرا بزاف، وكنبغيكم بزاف بزاف، وتسناو الجديد قريب ان شاء الله، وأديوس. أنهى الطلاق
اطلاق علاقة الزوجين الفنانة سحر الصديقي والمخرج منصف مازي بعد ازيد من 5 سنوات من الزواج الذي اثمر ابنتهما رزان. سحر الصديقي اعلنت طلاقها من منصف المازي، وهو ما تسبب الى جانب وضعها الصحي في تغيبها عن التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. سحر اشارت ايضا الى انها كانت حريصة على اتمام علاقتها الزوجية مع مازي، غير ان كل ذلك لم يجدي نفعا. ورفضت سحر الصديقي كل محاولات الصرح بين طليقها محسن مالزي. الفنانة كريمة غيث تعرضت مؤخرا للانتقاد بسبب إطلالتها الأخيرة عبر إنستغرام، والتي وصفت بالجريئة والفاضحة. عدد كبير من متابعي غيث عبروا عن استيائهم من جرأتها في اختيار ملابسها، لا سيما خلال عطلتها الصيفية الحالية بمصر، إذ لم تسلم الفنانة الشابة من التعليقات اللادعة عقب ظهورها بفساتين صيفية، كما أنها تعرضت أيضا للهجوم بسبب إطلالتها بلباس البحر. إلا أن لباس كريمة غيث يبقى حرية شخصية لا يحق لأحد التدخل فيها، فمن حق أي إنسان أن يلبس ما يريد وكيف ما يريد ووقت ما يريد. قبل ما نكمل أخبارنا، سنقوم جولة في إنستغرام نكتشف آخر بوستات المشاهير ونعود. نجمة البوب العالمية مادونا احتفلت بعيد ميلادها 63 بطريقة مميزة، وشاركت الجمهور لحظات احتفالها بعيد ميلادها برفقة عائلتها وأبنائها بالتبني، وكذلك نشرت جلسة تصوير جديدة خدعت لها في هذه المناسبة. ظهرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد في لوك جديد وجري كاشفة عن استعدادها للمشاركة في مشروع جديد تعتبره مفاجأة للجمهور. رغم إعلان الفنانة أحلام عن قرارها بالحصول على إجازة لمدة شهر للراحة والاستجمام قبل بدء موسم فني حافل أول شتنبر المقبل، فإن ذلك لم يمنعها من التواصل مع جمهورها ونشر بعض المقاطع المصورة لأغنياتها. هنا الزاهد وأحمد فهمي احتفل بعيد زواجهما الثالث، واحتفلت هنا الزاهد بعيد زواجها من أحمد فهمي بطريقة رومانسية على حسابها، ونشرت صورة له معه ووجهت إليه رسالة رومانسية. نشرت الفنانة بلقيس مقطع فيديو احتوى جزءا من تفاعل الجمهور معها في حفلها الذي أحيته بدار الأوبرا بالقاهرة، وعلقت بلقيس على الفيديو وكتبت: حفل أوبرا القاهرة مصر كان كامل العدد. والآن كملوا أخبارنا في كويك نيوز. محمد منير عاد للحفلات الجماهيرية بعد غياب، وأعلن تفاصيل حفله الجماهيري الجديد في الساحل الشمالي، وشوق الجمهور للحفل والذي يعتبر أبرز مفاجأة ونشاط فني له هذا الصيف. ونشر محمد منير بوستر الحفل على حسابه الرسمي بإنستغرام، والذي يحييه على المسرح الروماني في مارينا 2 يوم 26 من غشت الجاري. خرج النجم العالمي جوني ديب عن صمته لأول مرة بعد الحكم لصالح زوجته المنفصل عنها أمبر هيرد في قضية العنف المنزلي، وقال ديب إن هوليوود قطعته وسط موقف فوضوي أثناء انفصاله عن زوجته السابقة أمبر هيرد. وتحدث الممثل البالغ من العمر 58 عاما مع صحيفة ساندي تايمز عن عمل درامي جديد له باسم ناماتا، والذي لم يحصل بعد على إصدار أمريكي لترحيل الجمهور. خدعت النجمة العالمية بيونسي لجلسة تصوير بملابس مستوحاة من جلد البقر، وهي الملابس التي تطلقها بيونسي بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية احتفاء برعاة البقر والأزياء المستوحاة من حياتهم. وفي سياق متصل، كشف موقع جاست جيرد عن قيام النجمة العالمية بيونسي عن العمل على بناء مزرعة نحل في منزلها، وذلك بعدما وجدت العديد من الخصائص العلاجية والمفيدة لعسل النحل، وهو الأمر المفيد لها ولأطفالها. بعد إجراء لعملية استئصال ورم خبيث من العمود الفقري، طمأنت الفنانة منى زكي جمهور زوجها الفنان أحمد حلمي من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد أفصح عنها خلال برنامجه آخر النهار، قائلا إنه تحدث مع منى وطمأنته على حالة أحمد، وأكدت له أنه استأصل الورم تماما ولن يخضع لأي علاج كيميائي. من ناحيته، قال الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي إنه تلقى رسالة من أحمد حلمي أكد له فيها أنه بخير وأنه خلال أيام سيعود إلى مصر. وقد كتب حلمي مساء يوم الأحد الماضي عبر فيسبوك بعد توقف استمر حوالي الشهر: بشكر ربنا أنه خلقني، بشكر ربنا أنه أصابني، بشكر ربنا أنه شفاني، بشكر ربنا أنكم موجودين في حياتي علشان تدعوا لي.
حرر ياسر قنتوش محامي سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية بسبب عدم سماح مجدي الهواري منتج مسرحية ياما في الجرابية حاوي لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية، وإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي للعقد المحرر مع موكلته وحكم محكمة جنوب الجيزة وقرار نقابة المهن الموسيقية، وتم اصطحاب المنتج والمحامين إلى مكتب السيد اللواء مدير المكتبة، كما تم تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائي. من جهته أكد ياسر قنتوش أن الشرنوبي يخالف شروط العقد ويتقاضى مبالغ ضخمة دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة وبقرار نقابة المهن الموسيقية الأخير، وهذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية، خاصة تعاملنا بمنتهى الاحترام مع المكتبة وإرسالنا لها إنذار وأيضا شركة الإنتاج كايرو شاو. دينا الممثلة والراقصة المصرية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت عدة صور لها على حسابها بإنستغرام والتي ظهرت بها بالعباءة والحجاب، ولم تكشف عن المناسبة التي تظهر بها في هذه الإطلالة. أعلن الحساب الرسمي لجائزة ميركس دوغ على تويتر تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء 18 أغسطس إلى موعد يحدد لاحقا تبعا للظروف، وذلك بعد فاجعة الانفجار الذي شهدته بلدة تليل العكارية في لبنان، بحسب زاهي وفادي الحلو مؤسسي الجائزة. وجاء هذا الإعلان بعد تولي الاعتذارات من فنانين لبنانيين وعرب عن حضور الحفل خلال الساعات الأخيرة، حيث قال الفنان السوري قصي خولي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر: بالنظر للظروف العصيبة التي يعيشها لبنان وسوريا ودول أخرى من وطننا العربي الموجوع، أعتذر عن حضور التكريم لجائزة ميركس دوغ. وأكدت الفنانة اللبنانية ماجي بوغسن على اعتذارها عبر تويتر قائلة: بيروت مدينة الفن والحياة وستبقى دوما، لكننا نمر بظروف استثنائية جدا، أعتذر عن حضور ميركس دوغ. وكانت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أول من أعلن اعتذاره عن حضور حفل جوائز ميركس دوغ الذي كان من المقرر إقامته الأربعاء بكازينو لبنان تحت شعار الأمل رغم الألم، وإهداؤه لبيروت أيقونة الصمود. سلط مسلسل مدرسة الروابي للبنات من إنتاجات منصة نتفليكس الأصلية الضوء على مسألة ظاهرة التنمر بين فئة عمرية مهمة وسط الطالبات في المرحلة الثانوية، حيث تظهر صورة أوضح في هذه المرحلة إذ تسعى كل فتاة بأن تكون هي المسيطرة وتفرض رأيها وأن تكون نجمة المدرسة والفصل الدراسي والظهور البارز والمحبب للفتيات الأكبر سنًا، ومن ثم تظهر الكثير من المشاكل. تخطى فيلم العارف للنجم أحمد عز حاجز 50 مليون جنيه إيرادات في شباك تذاكر دول العرض السينمائي المصرية ليصبح أول فيلم مصري يحقق هذا الرقم في زمن كورونا الذي شهد تطبيق إجراءات احترازية مشددة على قاعات العرض، من بينها ضمان التباعد الاجتماعي وتخفيض عدد المتواجدين داخل القاعة لنسب تراوحت ما بين 25% و50%. أحمد عز حقق الرقم القياسي بفيلم العارف في أقل من شهر، حيث عرض الفيلم يوم 14 يوليوز الماضي ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وينافس عز النجم كريم عبد العزيز بفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والنجم محمد هنيدي بفيلم النمس والإنس من بطولة منة شلبي. يقتل فورا. أنت أضرب الأمور دي يا شيخ أبو أنس. حقق الجزء الثاني من فيلم أنيميشن The Boss Baby الذي طرح تحت اسم The Boss Baby Family Business في دور العرض حول العالم وصلت إلى 78 مليون دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليوز الماضي، بينما حصل The Boss Baby Family Business على تقييم 90% من قبل أكثر من 250 مشاهدا وذلك على موقع Rotten Tomatoes. وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم The Boss Baby أكثر من 300 مليون دولار أمريكي في السوق الأجنبية حسب ما أفاد بوكس أوفيس موجو، وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول طفل ذي قدرات خاصة يسعى لإيقاف مؤامرة غادرة من قبل المدير التنفيذي لشركة جرو.
فيلم الفانتازيا The Green Knight حقق أيضا إيرادات وصلت إلى 14 مليون و957 ألف دولار منذ طرحه يوم 30 يوليو الماضي بدور العرض المختلفة حول العالم. يدور فيلم The Green Knight حول مغامرة خيالية ملحمية مستوحاة من أسطورة أرثر الخالدة. يبدو أن الأعمال الفنية عن حياة الأميرة الأشهر في العائلة الملكية الأميرة ديانا تتوالى، فبعد نشر الصور الأولى من صاحبة شخصية الأميرة ديانا في مسلسل دراما الملكة The Crown تم الإعلان عن موعد طرح فيلم سبنسر والذي يحكي السيرة الذاتية للأميرة، ومن المقرر طرحه في 5 نوفمبر المقبل. لذلك كشفت إدارة مهرجان فينيسيا عن مشاركة فيلم دراما سبنسر بطولة النجمة كريستين ستيوارت في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته المقبلة، وذلك في المسابقة الرسمية وقبل موعد طرحه. Great, shining, spectacular miracle. نشر موقع هوليوود ريبورتر عن الصور الأولى لشخصية الأميرة ديانا في الجزء الجديد من مسلسل دراما الملكية The Crown، وبدت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا تشبهها كثيرا، كما نشر الموقع صورة دومينيك ويست الذي يقوم بدور الأمير تشارلز، ويظهر الثنائي في الصور الجديدة بعمق مذهل وفروق دقيقة، ويبدو الأمير تشارلز قلقا أو نادما وغير واضح لأنه يحدق في الطريق على ما يبدو أنه ينظر إلى أحد العقارات الريفية للعالم إلى المالكة. Husband and wife live out their vows. ينشغل محبو الثنائي بن أفليك وجينيفر لوبيز خلال الآونة الأخيرة بآخر تطورات علاقتهما، وذلك بعد عودتهما معا من جديد لعلاقتهما سويا بعد 17 عاما من الانفصال عام 2004، وهو الأمر الذي دعا موقع إي أونلاين للتطرق إلى تطورات علاقتهما، مؤكدا أن الثنائي ورغم سعادتهما الكبيرة إلا أنهما قررا عدم تطور العلاقة إلى زواج وسيكتفيا بما هو في ذلك على هذا النحو. وتأتي تلك الأخبار بعدما حذفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز كل الصور والذكريات التي تربطها مع خطيبها السابق أليكس رودريغيز، وذلك بالتزامن مع اتخاذ علاقتها مع بن أفليك مسارا جديدا بعدما انتقل لمنزل جديد يجمعهما داخل بيفلي هيلز. وذكر موقع ديلي ميل أن لوبيز لم تكتفي بذلك وإنما ألغت متابعتها لأليكس رودريغيز على إنستغرام. الصحة النفسية مثلها مثل الصحة الجسدية تمر أحياناً بلحظات ضعف، إذ لم تعد الأزمات النفسية تقتصر فقط على حياة البشر العاديين أو الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي تتناول الأمراض العقلية والعلاج في قصصهم، ولكن أثبتت الأيام فيما بعد أن بعض المشاهير يعانون من أزمات متعددة ولم يخافوا من الاعتراف بأنهم ترددوا على المعالجين والأطباء النفسيين لمساعدتهم خلال فترات القلق والاكتئاب الصعبة. فيما يلي نستعرض أبرز النجوم الذين خضعوا لجلسات وعلاج نفسي ولم يخجلوا من الاعتراف بذلك أمام الجمهور. اتخذت سيلينا غوميز قرارا مهما لوضع صحتها النفسية في مقدمة مسيرتها المهنية، لذا فقد كرست معظم وقتها للحصول على التأهيل النفسي، وبناء عليه أعلنت أنها كانت تواظب على الحضور في مركز تأهيل وعلاج نفسي لمدة 90 يوما في ولاية تينيسي، وذلك لمساعدتها على التعامل مع القلق والتوتر الناتجين عن مرض المناعة الذاتية التي تعاني منه. سيلينا غوميز وحبيبها السابق جاستن بيبر أيضا كان يواظبان على الحضور في مركز نفسي متخصص لحل بعض المشكلات في علاقتهما العاطفية. بعد تاريخ طويل مع إدمان الممنوعات الذي دخل السجن بسببه ثم خرج منه، وجد روبرت داوني جونيور أخيرا الطريق الصحيح بفضل التأهيل والإرشاد النفسي ومساعدة زوجته المنتجة سوزان داوني. واليوم يعترف روبرت بأنه هو وسوزان يحضران بانتظام دورات الإرشاد الزواجي. نشرت جابرييل يونيون مذكراتها وكشفت فيها عن بعض الأحداث المأساوية، حيث استخدمت جابرييل المتزوجة من نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة دواين ويد يومياتها لسرد تجربتها الخاصة مع العنصرية والصدمات الأسرية والاعتداء تحت تهديد السلاح. وقالت الممثلة إن العلاج النفسي هو من ساعدها على البقاء على قيد الحياة، موضحة أثناء حديثها عن أحلك فترات حياتها أنها استمرت في العلاج النفسي لمدة 25 عاماً.
اعتادت الممثلة كاثرين زيتا جونس عن جذب الأنظار بسبب موهبتها وجمالها، لكن في وقت لاحق صدمت النجمة الكبيرة جمهورها عندما كشفت بشجاعة أنها دخلت مركزا علاجيا للمساعدة في علاج اضطراب ثنائي القطب من النوع الثاني الذي كانت تعاني منه، مؤكدة بعد ذلك أن العلاج جعلها تشعر بالراحة كثيرا. لاحظ براد بيت الأسطورة القائلة بأنه لا ينبغي على الرجال طلب المساعدة عندما كشف في مقابلة أنه لجأ إلى معالج نفسي بعد انتهاء زواجه من أنجلينا جولي. وجاء في اعترافات نجم الأوسكار أيضا أنه كان يعاني من مشكلة كبيرة في إدمان الكحول، واعترف أنه كان يتناولها بانتظام منذ دراسته الجامعية. أكد كولين جوست كافة الأخبار والتقارير التي خرجت طوال الفترة الماضية بشأن حمل زوجته الممثلة سكارليت جوهانسون، وذلك خلال تصريحات تناقلتها المواقع العالمية مؤخرا بعدما قال نجم برنامج SNL بنفسه أنهم سعداء للغاية بشأن اقتراب استقبالهم لطفل في الآونة المقبلة، مؤكدا أن سكارليت تشعر بسعادة غامرة خاصة أنها جربت الأمومة مع ابنتها الأولى من زوجها السابق. من ناحية أخرى، تعيش سكارليت جوهانسون أزمة كبيرة مع ديزني، وذلك بعدما رفعت دعوى قضائية عليها بسبب فيلم بلاك ويدو، لترد شركة ديزني بشكل حاد غير معتاد على الدعوى القضائية التي تتهم فيها الشركة بخرق العقد الموقع معها بعد طرح أحدث أفلامها بلاك ويدو عبر منصتها الرقمية ديزني بلاس بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائي. عادت جوائز اي هارت راديو ميوزك اووردز هذا العام لتكريم الاسماء والاغاني الاكثر نجاحا في جميع محطات وتطبيقات اي هارت راديو، واعلنت الشركه عن قائمه المرشحين النجوم مع عدد من الاغاني المدرجه في قائمه الترشيحات المتعدده، حيث اجتمعت اشهر الاسماء الموسيقيه في هذا الحدث، لكن لم يحصل سوى عدد قليل منهم على الجائزه البارزه. في عيد ميلادها 63 أعلنت المغنية الشهيرة مادونا عن شراكة جديدة مع مجموعة وارنر ميوزك ستشهد إعادة إصدار جميع ألبوماتها بالكامل خلال السنوات المقبلة القليلة، لتشهد مادونا نجمة موسيقى البوب وصاحبة الألبومات الأكثر مبيعاً على الإطلاق بذلك إطلاق أغانيها بالكامل مرة أخرى خلال السنوات القادمة بموجب صفقة مع مجموعة وارنر ميوزك ستوديو الموسيقى الذي أنتج أغنيتها المنفردة الأولى منذ ما يقرب من 4 عقود. والآن ننتقل إلى الإصدارات. جي بالفين عند جيتو. البنج ما نخليك ما تخليني. مانار أديوس. وبأغنية أديوس لمانا سنختم حلقتنا اليوم، نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء. مستعرة